يمكن للإنسان أن يهرب من الله في وقت الحب؟ لا، كان قبل ذلك، كان في وقت الرخاء من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استمعنا أيها الأحبة إلى آيات من سورتي الصافات وصاد، وإن شاء الله تعالى سنقف وقفتين يسيرتين كل وقفة منهما مع إحدى هاتين السورتين. الوقفة الأولى نختار منها، قال الله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسافرين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إلى آخر هذه الآية. الله تعالى يذهب هنا في زمرة من أوليائه وزمرة من أوليائه عليه الصلاة والسلام، يذكر عبده يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. نبي الله يونس أحد الأنبياء الذين ورد ذكرهم في كتاب الله تعالى، وقد وردت السنة أيضا بفضله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقولن عبد أو لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه. المهم في هذا السياق أن الله تعالى يقول: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. يونس لما أرسله الله تعالى إلى قومه حصل شيء ما لم يذكره الله تعالى ولم يذكر تفصيلا في كتابه، لأنه لا يعود علينا بنفع، وإنما الذي يعود علينا بالنفع هو عين ما ذكره سبحانه وتعالى في هذا السياق. حصل شيء ما فذهب مغاضبا لربه، مغاضبا يعني كأنه ذهب دون أن يستأذن الله تعالى، ساب قومه وذهب لشيء ما لا يعرفه أحد ولم يذكره الله تعالى في كتابه. ولهذا قالوا العلماء يقولون إن هذا ليس له فائدة علينا، لكن الفائدة أنه فعل هذا الفعل وفعل هذا الذنب فذهب دون أن يستأذن ربه تعالى. وهذا ظهر في الآيات الأخرى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذنون هو يونس، والنون معناه الحوت، وذنون يعني صاحب الحوت، فذنون هو يونس عليه السلام. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن لن نضيق عليه، في قول كثير من المفسرين يعني ظن أننا لن نحاسبه على هذه الفعل التي فعلها، ولن نضيق عليه الأمر، ولن يبتلعه الحوت، ما كان يتصور أن الأمر سيتطور إلى هذا الحدث. فالمقصود أن يونس عليه السلام ذهب مغاضبا، يعني ذهب ولجأ إلى الفلك المشحون، الفلك السفن المشحون بقى بالركاب وبالأمتعة وما إلى ذلك مما ذكره أهل العلم. إذ أبق إلى الفلك المشحون، هرب من قومه، تركهم دون أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا. إلى هذا الحد هنا نقطة مهمة، وهي أن كل إنسان يجوز عليه أن يصدر منه فعل لا يليق بحاله، يمكن أن يصدر من الإنسان وإن كان إنسانا كريما، وإن كان له وجاهته، وإن كان له شرفه، وإن كان له فضله، إلا أنه أيضا يمكن أن يصدر منه شيء يكون لا يليق بمثل هذا المقام أن يفعل. هذه قضية مهمة، إن كانت هذه لا تتعلق بقضية عصمة الأنبياء من عدمها بقدر ما تتعلق بأن كل إنسان يمكن أن يصدر منه شيء. ثم إنه أبق إلى الفلك المشحون، ذهب إلى هذه السفينة، فحصل ما ذكر الله تعالى في كتابه في غير موضع وذكره المفسرون، وهو أن هذه السفينة اصطدمت بها الأمواج وتلاعبت بها حتى كادت أن تغرق، فقالوا: ليس عندنا حل إلا أن نخفف الناس والأمتعة. فكيف سيفعلون؟ هم عددهم محدود، كيف سيفعلون؟ قالوا: لا بد أن نلقي الأمتعة، ألقوا الأمتعة ما فيش فايدة، هل لابد أن نلقي بأحدنا، لازم واحد مننا يلقى به. طيب أنا نفسي كنفسك، ما الذي يجعل نفسك أهم من نفسي؟ إذن ليس هناك حل إلا أن يصدر إيه؟ قرعة مساهمة. ولهذا قال الله تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، يعني المساهمة دي اللي هي القرعة، عمل قرعة مين اللي يترمي في البحر؟
فساهم فكان من المدحضين، يعني كان هو اللي خسران في القرعة، والقرعة وقعت عليه أن يلقى هو. هذه مسألة يا إخواننا تعطيك شيئا مهما وتعطيك معنى، أنه لا يمكن للإنسان أن يهرب من الله أبدا، فإن الله تعالى سيقدر لك جميع الأقدار حتى يفعل مراده. وتجدون أننا دائما دائما نركز على هذا المعنى، أين ستذهب؟ أين ستهرب؟ إلى أرض لغير الله تعالى؟ إلى أرض ليست هي لله؟ لا تستطيع أن تذهب في مكان هو في ملأ عن سلطان الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت ركبت السفينة بدون إذن، طيب يعني السفينة دي بتجري فين؟ هذه السفينة تجري في بحر الله، وأمواجها تنتظر أوامر الله، هتروح منه فين؟ اللي عاوز يهرب يدور له على مكان لا سلطان لله فيه. وهل سيجد مكانا بهذه الصفة؟ هل يمكن أن يجد مكانا الله تعالى لا يقدر عليه؟ معروف جدا عند الناس، بيقول لك خلاص أنت جيت عندنا ما تخافش، ما فيش حاجة هتطولك. ليه؟ لأن ما فيش حد له سلطان على المنطقة بتاعتنا. لكن المسألة في حق الله تعالى مختلفة، لا يمكن أن تذهب إلى مكان إلا والله تعالى هو سلطانه، إلا والله تعالى هو ملكه، وهو مدبر أمره، وهو المتحكم فيه. أنت ركبت السفينة، ده السفينة دي بتجري في البحر، والبحر ده ملك لله تعالى، فأمر الأمواج، أمر نازل من السماء إلى الأرض عن طريق الملائكة، الأمواج تتلاطم، خلاص حاضر، وأنت فاكر من أمواج، ممكن تراجع ربنا تقول طب ليه يا رب؟ ده إحنا المعدة ما بقاش نموت، ليه يا رب بس دلوقتي ده الجو ساكن، والبحر موجه مش عالي، ليه نطلع؟ ليه ننزل؟ مفيش حد بيتكلم. ليس أحد له أن يتكلم في سلطان الله تعالى، إذا أراد الله أن يفعل شيئا انتهى الموضوع. أنت دخلت البحر، طيب البحر يجي لك الموج بقى، طب وبعدين؟ طب ما كان ممكن الموج ده يحصل أي حاجة تانية تخلي الأمور تنتظم، يلقوا الأمتعة والأمتعة تحل المشكلة، لا، الكلام ده ما يخرجش عن سلطانه، الله يريده هو، أنت هربان رايح فين؟ لا تستطيع أن تذهب إلى مكان الله تبارك وتعالى لا يضيع عليه شيء في ملكوته سبحانه وتعالى، فساهم فكان من المدحضين. كان القرعة جت عليه هو، طب ما كان ممكن القرعة دي تيجي على واحد تاني؟ هي القرعة دي من الذي يقلبها؟ ما هو الناس لو أنها تتفكر في أن كل حركة في هذا الكون لا تحصل إلا بإذن الملك، كان يفهموا يعني قرعة، يقول لك أصل الرجل يريد أن يسافر ويريد أن يأخذ إحدى زوجات، يعمل إيه؟ أصل كلهم لهم نفس الحق، طب يعمل، يقول لك يعمل قرعة. قرعة لماذا؟ يقول لهم إن الموضوع مش ملك أنا، قرعة هذه هي تقدير الله تعالى، هو التي ينبني عليها بعد ذلك التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، لمحض القدر، ما فيش فيها أي حاجة غير إن ربنا هو اللي بيقلبها. الله تعالى هو الذي يقلبها تبارك وتعالى. فاللي ساهم وعملت القرعة، الله تعالى هو الذي أراد ذلك حتى يكون أنت الذي ستلقى في البحر، لغاية ولغرض يريده الله أو مقصود يريده الله سبحانه وتعالى. فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت، الحوت السمكة الكبيرة هذه التقمته، والتقمته دي مش بمزاجها، مش كانت جعانة فلقت صغر حتى تاكل، لا ده دي طالعة من تحت مأمورة، هي مأمورة أن تخرج لهذا الرجل تحديدا، ولو ألقي غيره ربما لم تأكل وربما لم تلتقم. وانظر كيف قال القرآن فالتقمه، التقمه يعني جعله لقمة، كان يمكن أن يكسر عظامه بأسنانه الكبيرة، لكن الله تعالى ليس هذا المراد. والحوت ده مأمور ما بيعملش حاجة إلا بأمر الملك سبحانه وتعالى، هو المأمور أن يدخله إلى جوفه، بعد كده ينتظر الأمر، يفضل قاعد تحت لحد ما يجيله أمر تاني، هو ده بقى عبد المأمور. وإن عارف عليه عبد المأمور دي، المأمور يعني اللي أقصد به المأمور اللي هو مأمور الشرطة يعني، وإلا كان ينبغي أن يكون الآمر، لكن هو الحقيقة هنا مش عبد مأمور، ده هنا عبد الآمر الذي لا أمر على أمره. مش يقول لي هناك عبد مأمور على المساكين من البشر، يقول لك أنا منتظر الأوامر. أوامر إيه؟ أوامر إيه اللي أنت منتظرها؟ الأمر إنما ينتظر من صاحب الأمر، صاحب الأمر هو اللي يؤمر بس. فالحوت التقمه وانتظر، وصار في ظلمات ثلاث، ظلمة ظلمة البطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. والله تعالى أراد ذلك. قد يقول قائل والله تعالى يريد لنبيه من الأنبياء أن يحصل، أيوه ده مراد، هذا هو مراد الله تعالى لحكمة
بالغة سبحانه وتعالى، فساهم فكان من المدحضين. بقي في الحوت، بقي في بطن الحوت ما شاء الله تعالى أن ينقص. قال الله تعالى بعد ذلك: فلولا أنه كان من المسكرين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين، قال بعض العلماء يعني لولا أنه كان من المصلين، وقال بعضهم يعني كان من الذاكرين يعني المسبحين التسبيح المعروف، وقيل كان من المسبحين يعني المنزهين لله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله. ونحن ذكرنا مرارا من قبل إنه أصل التسبيح معناه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. طب إيه فائدة الجملة دي؟ فلولا أنه كان من المسبحين، أن فعل الطاعة التي تفعلها في وقت ما سيأتيك نفعها ولو بعد حين، سينجيك الله تعالى بها من مهلكة. بسبب ماذا؟ أنك فعلت موقفا طيبا، عطفت على مسكين، حنوت على يتيم، يوما ما هيجيلك ضيق ينجيك الله تعالى به. كما قال هنا: فلولا أنه كان. كان إمتى؟ كان هو في الحب؟ في وقت الحب؟ لا، كان قبل ذلك، كان في وقت الرخاء من المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم جاء الأمر من الله تعالى بأن يلفظ هذا الحوت يونس عليه السلام، فنبذناه في العراء يعني في المكان العالي الفاضي، لا أشجار ولا شيء يظله، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. بعد أن جاء الأمر من الله أن يلقى، انظر هذه تسمى الألطاف، ألطاف الله تعالى تتوالى على العبد. العبد ممكن يعمل موقف لا يكون لائقا به، والله تبارك وتعالى يضيق عليه بعد هذا الموقف عشان يعرف أن له ربا مطلعا على كل أفعاله. الحكمة والفائدة والموعظة لنا نحن، هؤلاء أنبياء سبقت لهم من الله الحسنى، أمرهم سهل. المشكلة فينا احنا، لابد أن نتعلم. إذا فعلت فعلا الله تعالى سيذكرك به وسيضيق عليك بهذه الفعلة التي فعلتها، لكن سرعان ما تأتيك ألطافه ويجعل هذا التضييق خيرا لك من عدمه. وهذا معنى دقيق، قد يدمر الإنسان ذنبا، لكن حال هذا الإنسان إذا تداركته رحمة الله سيكون حاله بعد الذنب أفضل بكثير من حاله لو لم يذنب. ممكن واحد وهو مش مذنب يبقى يعني تدينه وإيمانه ودينه واعتقاده 70%، فوقع في الذنب، الذنب لقد ينزله إلى 50 أو 40%، قد يفعل هذا الذنب، لكن هذا سرعان ما يزول إذا تداركته رحمة الله تعالى. كما جاء في الآيات الأخرى أظن في نهاية سورة الحاقة، في نهاية سورة الحق: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. قال بعدها إيه؟ لولا أن تداركه رحمة من ربه، نعمة، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه، إذا إيه اللي طلعه في الحقيقة؟ هو تدارك رحمة الله تبارك وتعالى. العبد ممكن يسقط السقط، لكن الله لو تداركه برحمته فتاب عليه حتى تاب هو، سيكون حاله بعد الذنب والتوبة أفضل من حاله. كان 70 نزل لثلاثين 40، أول ما يتداركه رحمة الله ويتوب عليه إيمانه يطلع لـ90، فيكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب، ويكون تقدير الذنب عليه من الله منا يستحق أن يسجد لله شكرا، بس الذنب معاه التوبة، لكن تقدير الذنب بدون التوبة يبقى دي إشكال كبير والعياذ بالله. هذه دروس ينبغي أن نتعلمها من هذا المقطع. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في الآيات الأخرى التي مرت معنا في سورة الأنبياء: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات وهو في بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء دعاء الكرم، وهذا الدعاء الذي يفرج الله به الهم: لا إله إلا أنت سبحانك. شوف التنزيه، ولولا أنه كان من المسبحين، لكن ليس هذا هو المراد الأساسي من هذه الآية من المسبحين يعني هو بطن الحوت، لا، وإلا فقد جاء في بعض الآثار أن الملائكة لما سمعت صوته ويقول سبحانك إني كنت من الظالمين قالوا هذا صوت نعرفه، من أين جاء هذا الصوت؟ فدل هذا على أن كان له تسبيحا كانت تسمعه الملائكة من
قبل، فلولا أنه كان من المسبحين من قبل وكان من المسبحين في بطن الحوت للبث في بطن هذا الحوت إلى يوم يبعثون. فأنبتناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة. انظر إلى الألطاف، انظر إلى لطف الله بعد أن كان عبده آبقا والتقمه الحوت، فلما نبذه بالعراء ما أراد الله أن يتركه في العراء، وإنما أنبت عليه شجرة تظلله. وهذه الألطاف سبحانه وتعالى لم يكن هذا هو اللطف الوحيد، الكلام الألطاف هذه لم تأتي ليونس عليه السلام إلا بعد أن ذهب مغاضبا، مش قبل ما يذهب مغاضب، عشان العصاة يفهموا هذا الدرس جيدا. حالك بعد المعصية والتوبة أفضل من حالك قبل المعصية أصلا، وهذا معنى يقرره الإمام ابن القيم في كلام كثير، لكن ده معنى مهم. ما كانش أنبت عليه شجرة من يقطن قبل أن يذهب من قومه، لا، لكن المهم إنك ترجع، المهم أن تتوب، المهم أن تقول لا إله إلا أنت سبحانك وتعترف بذنبك وتقول إني كنت من الظالمين، ليس أحد كبيرا على الذنب، كلكم خطاؤون وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطأ، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، ليس أحد بعيدا على الذنب، لكن القضية فيما بعد الذنب، بعد الذنب انك تقول خلاص بقى ما راحت عليا، انا هفضل بقى امشي في الطريق وما ارجعش، لا، مهما فعلت اذا ارتكبت اي ذنب ما عدا الشرك، طالما انك ما وصلتش لدرجه الشرك والعياذ بالله فانت لا تزال في خير، لكن ارجع الى الله تعالى واسال الله تعالى ان يمن عليك بهذه التوبه، واسال الله تعالى ان يصطفيك من عباده ويختارك لتتوب، سيكون حالك بعد التوبه والذنب افضل. هذه قضية مسلمة ينبغي أن نفهمها. والألطاف ما جاءته إلا بعد الذنب وبعد المغاضبة، بعد المغاضبة جاءته الألطاف، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وجاءت له لطف ثاني وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. كان ممكن أن يكون العقاب خلاص انتهت مدتك، لا تذهب إلى أحد ولا تخاطب أحدا ولا تدعو أحدا، لكن ألطاف الله أعظم من تصوراتك، رغم أنك ذهبت مغاضباً وأبقت إلى الفلك المشحون والتقمك الحوت ونبذناك بالعراء، فإننا سننبت عليك شجرة تظللك وسنرزقك أيضاً فضلاً كبيراً، سنرسلك إلى 100,000 بل أزيد من 100,000، وهؤلاء آمنوا فمتعهم الله تعالى وأخر حسابهم وأخر عذابهم إلى حين كما ذكر الله عز وجل في غير. هذه نقط مهمة جدا، ونحن نستمع إلى هذه الآيات ينبغي أن نلتفت إليها. الوقف الآخر وإن شاء الله لن أتعدى فيه دقيقتين، وهو في سورة الصاد حتى يكون لها حقها أيضا. الله تعالى قال كما سمعنا في الآيات المؤخرة فيما سمعنا من هذه السورة، الله تعالى يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا المعنى أنا كثيرا ما أذكره، وإخواننا الذين يتابعوني يعرفون أنني دائما أركز على هذا المعنى، لكن هذا المعنى يحتاج إلى تركيز جديد. الله تعالى يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني إيه؟ يعني في خلق باطل، هناك خلق بالباطل وهناك خلق بالحق. نعم تأتي آيات كثيرة وما خلقنا السماء أو السماوات والأرض إلا بالحق، يعني إيه بقى خلق بالحق ولم نخلق باطلا؟ إذا هنا في أمرين، في خلق بالحق وفي خلق بالباطل. إيه هو الخلق بالباطل؟ الله تعالى قال إيه؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. تيجي أنت تسأل يعني إيه الخلق الباطل ده؟ يقول لك ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا ظنهم هو أن الله خلق بالباطل، ركزوا، خلق مش ما خلقش، خلق باطلا. يعني إيه بقى خلق باطلا؟ مش الكفار لما كانوا يسألون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني خلق. هات أي واحد كده، ده عبد المطلب لما جاءوا يهدمون الكعبة قال لهم سيبوه للبيت رب يحميه، هم يعرفون أن الله تعالى هو الذي خلق وأن الله قادر على الحماية، ده الموضوع ده كان معروف، ومع ذلك كان إيمانهم أن الله خلق السماء والأرض باطلا. إيه دي بقى باطلا بقى؟ نفهم يعني إيه باطلا ونفهم يعني إيه بالحق. الخلق مجرد الخلق هذا لا يماري فيه أحد، ما فيش حد كده طلع على مدى الأيام ولا على مدى الزمان ما سمعنا بأحد رفع رأسه وشمخ بأنفه وقال أنا خلقت، ما فيش واحد في الدنيا طلع على كده ولا سمعنا عنها خالص، ولم يعارض الله أحد ولم ي
السماء والارض، ما يقدرش. ولذلك موسى لما مسكه في الاخر في المجادله الاخيره عيره، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مثبورا. انا عارف ان انت ضايع ضايع فرعون، انت عارف مين اللي خلق ومين اللي انزل الكلام ده كله، نحن نعرفه جيدا انا وانت. وما استطاع احد ان يناقش في هذه القضيه. امال يعني ايه بقى خلق باطل؟ تعرف بقى يعني ايه خلق بالحق؟ الخلق بالحق يتضمن ثلاثه امور قلتها عشرات المرات واكررها الان لانها قضيه هامه. الخلق بالحق يتضمن ثلاثه امور. يتضمن انه هو الذي خلق السماوات والارض وما فيها، وكان خلقه فيها صادرا عن حكمه. هذا هو النقطه الاولى اللي ما حدش بيقدر يماري فيها، اللي هو الذي خلق السماوات والارض. طب لما هو الذي خلق، هذا الحق الاول يتضمن او يستلزم بالمعنى الادق، يستلزم حقين. الكفار وقفوا عند الاولانيه دي بس، قالوا ايوه هو اللي خلق السماء والارض. طب استنوا، لو انتم بتقولوا انه خلق السماء والارض يبقى ما ينفعش تقف عند النقطه دي، في حقين كمان لازم تعترفوا بيهم وتقروا بيهم. طالما خلق السماوات والارض يبقى خلقها باطل، يعني هو ده معنى الخلق بالباطل، يعني خلقها وخلاص وخلاص، ومش عاوز منكم حاجه، ولا اطلب منكم شيئا، ولا اسالكم شيئا، ولستم مطالبين بشيء، واللي عاوز يعمل حاجه يعملها. هو ده اسمه الخلق بالباطل. خلقها وسابها لكم، قال لكم اعملوا اللي انتم عاوزينه، هو ده الخلق بالباطل. امال ايه الخلق بالحق؟ بعدما هو خلق يقول لك وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. بالحق يبقى طالما خلق يبقى لازم ينزل شرع ويجيب رسل ويبعث انبياء يعلمون الناس مراد الله، ويعلمون الناس شريعة الله، ويقيمون الناس على مراد الله عشان يبقى حق. وإذا حصلت الثانية لازم تحصل الثالثة. إيه هي الثالثة؟ إنه طالما جه رسل وعلموا الناس وبينوا مراد الله وبينوا شريعة الله، يبقى في ناس هتسمع الكلام وناس مش هتسمع، يبقى لازم يكون في حساب في الآخرة. إذا الخلق بالحق أن يخلق السماوات والأرض، ويستتبعه أن ينزل رسلاً، ويستتبع ذلك أن يكون هناك حساب وعقاب. عشان تبقى مؤمن بأنه هو الذي خلق حقاً، لا بد أن تكون مؤمنا بهذا الشرع، ولا بد أن تكون مؤمنا بهذا الحساب. ولهذا في هذه الآيات نفسها الله تعالى يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما بالحق باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وبعدين يقول لك فويل للذين كفروا من النار. إيه كان النار هنا بقى؟ ما موضع النار هنا؟ النار اللي هم مكذبين بيها. ثم يقول الله مبينا في إشارة إلى النوع الثاني من الحق اللي هو الشريعة، يقول أم نجعل الذين آمنوا، يعني اتبعوا بقى الشريعة، آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات هي الشريعة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ يعني نيجي يوم القيامة نقول لهم خلاص اللي سرق سرق ياخدها ويمشي، واللي ظلم ظلم ما فيش مشاكل، اللي بهدل الناس ما عندناش مشكلة، اللي خاض في أعراض المسلمين مش مشكلة، اللي هتك عرض المؤمنات عادي، اعملوا اللي انتوا عاوزينه، المجرمين اللي سرقوا البلاد والعباد دول زيهم زي الانبياء والصالحين، كلكم ادخلوا الجنه. اذا كنت تظنين الكلام ده، هو ده ذلك ظن الذين كفروا، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار اللي سمعوا الشريعة ومشوا عليها يبقوا زي اللي سابوا الدنيا وبرطعوا زي ما هم عاوزين ولم ينظروا. هو ده معنى الخلق بالحق. إذا أردت أن تكون مؤمنا بأن الله تعالى هو الخالق حقا، فهذا يستتبع أن يكون أنزل رسلا، وهذا يستتبع أمرا آخر أن يكون هناك حساب على هذا الذي جاء به الرسل، هل اتبعه الناس أم أنهم نكثوا على أعقابهم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.